كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدبرداني لبرنامج الثامنة عن زيارة مرتقبة لوفد رفيع المستوى من الحكومة الاتحادية إلى إقليم كردستان العراق لبحث إنهاء الملفات الخلافية، مشيرا إلى أن أربيل جادة في تصفير الأزمات مع بغداد. هناك تطورات إيجابية أيضا، هناك سوف يكون زيارة ل مسؤولين رفيع المستوى من بغداد إلى إقليم كردستان. من بغداد؟ من بغداد إلى أربيل. هناك نعم، وأحد الشخصيات هو فخامة الرئيس، رئيس جمهورية العراق. فأيضا رئيس مجلس النواب. إن شاء الله هاي الملفات راح تنتهي. يعني الجماعة يزوروا سبق، خلينا سبق هذا. يعني نعم. أكو زيارة مرتقبة. نعم أكو زيارة رئيس الجمهورية إن شاء الله. رئاسة البرلمان إلى أربيل. نعم إلى وحتى. والجماعة اللي بأربيل ما يجون؟ أكيد راح يكون هناك. إحنا اللي كلم بيه أستاذ أحمد، إحنا ما أريد يجون يقعدون بالفنادق والطيارة راح طيارة تجي. الموضوع طالع. اليوم حكومة إقليم كردستان برئاسة الأستاذ مسرور بارزاني جهات في إنهاء كل ملفات وفي أسرع وقت.